هاي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين مرحبا بكم في فيديو جديده فيديو اللي انا متاكده ما كنتوش متوقعينها اليوم معنا ربيعه الزوجه ديال قربال اولا بالاحرى الطليقه ديالو لانهم طلقوا مؤخرا ربيعه جات اليوم تطلب منكم تسمعوها كيف ما سمعتوا القربال جات تجاوب عليه وتصحح كيف ما كتقول شي حوايج اللي قالهم خاطئين نفكركم باننا حنا هنا ما جايينش باش نعاقبوا الناس اولا نحكموا عليهم هذاك الشيء مكلفه به المحكمه ومكلف به الله هو اللي كيحكموا كيعاقبوا اما حنا فمن الواجب علينا نسمعوا ونعطيو الاراء ديالنا باحترام ما تنساوش بان وسط هذا الكوبل وسط هذه المعمعه كامله كاينين ثلاثه ديال الاطفال اللي ما دايرين لا برجليهم لا بيديهم فاحتراما لهذوك الاطفال غادي نطلب منكم انكم تختاروا الكلمات ديالكم قبل ما تخليو كومونتير اللي يقدر يجرح دوك الوليدات اللي ما دايرين حتى شي ذنب وبغيت نبريسيزي حتى بانني انا ما مع حتى شي طرف في هذه القصه انايا كنوصل لكم الاصوات ديال هاد الناس اللي تاقوا فيا واختاروني باش نوصل الاصوات ديالهم فمن الواجب عليا نحترمهم كاملين ودابا غادي نسمعوا ربيعه اللي غادي تقول لنا لا فيرسون ديالها ديال كيفاش تلاقات مع قربال وكيفاش اصلا كانت كتعرفوا. السلام عليكم، انا ربيعه طليقه قربال. اليوم كيف ما سمعتوا لي سمعتوا الطرف الاول بغيتكم انا تسمعوني، بغيت انا نوصل لكم صوتي. انا غنبدا من هذا الشيء اللي كيهمني، انا غنعاود على قصتي معاه. انا حقا عشت بلا اب، ما عنديش با، ما عنديش خوتي، عندي واحد مضعيف مسكين، بات قربال وراجل خالتي ولاد الخاله، خالتي اللي كتمشي عند امه وكيجيو عندها، مي حنا ما عندناش علاقه بهم، حنا بعادين منهم. امي من كانت كتمشي عند اختها يعني عند خالتي كانت كتشوفو هو كان كيجيبو ولد خالتي من كان يعني كان روشيرشي في المغرب، كان بارك في العروبيه ديالهم مخبي تما كاين، كان كيجي عند خالتي باركة عندها مره مي امي كانت كتشوفو كانت كتسول خالتي، خالتي كت يعني هضرات ليها عليه، يعني امي بهاد العباره كتخاف منه. كانت الام ديالنا كتوصينا الا كان هو في هاد الجهه حنا ما ندوزوش منه، وديما كيدابس في الحد، ومره دابس في حد سوالم مي خويا واش شافو واش كان معاه، مي ما دافعش عليه خويا شد ضرب خويا كرفس خويا. اذا هاد السيد طاغي كيقولش كندير الخير، في من كيدير الخير؟ هو يا قال في الفيديو بانني انا طلبت منه مساعده واحد السيد كيتلقى ليا وعاونني ودار فيا الخير. انا ما عمرني تلقى ليا شي حد، عمرني ما طلبت منه، علاش غنطلب منه هويا؟ شكون هو؟ هو اش كيجيني؟ قال لا كان شي واحد غادي كيتعدى عليا ولا كيتكرفس، عندي خويا يعني غنقول لخويا، عندي عائلتي في كازا، عندي خوالي، عندي ولاد عمتي خدامين في البوليس، علاش غنقولها ليه هويا؟ اش من صفه غنقولها ليه؟ كيقول دار فيا خير، قول لا ما دارش فيا الخير، بالعكس واحد اللي كيشدك يعذبك ويضربك ويتكرفس عليك ويغتصبك هذا دار فيا خير. بعد ما اغتصبني مابقاش عندي خدمه، يعني هذاك السيد قطع رزقي، رزق ام اللي كنت انا هي الكبيره، انا اللي كنت كنعاونها لان عندي خواتاتي كبار مجوجات، انا اللي كنت خدامه على امي، ام ما عندناش بو ما عندناش مصروف ما عندنا مدخول من حتى شي حد، انا اللي خدامه، اذا بحال ما جبش لها المصروف ما عندهاش منين غتاكل هذيك المراه. كيف ما سمعتوا ربيعه قالت بانها ما عمر شي واحد ما تبعها وما عمرها ما طلبت من قربال المساعده، وهو فاش كنعاود ليا هذه القصه هذه كنعطاني كثر ديال لي ديتاي اللي انا خليتهم مستورين. هو قال بان ديك المدابزه كاينه وكيحلف بالله، ابخي انا ما عندي حتى شي بروف انها كانت ولا ما كانتش، ولكن قال بان الطوبيس كانت النمره ديالو 98 وبان الشيفور ديالو كان سميتو فتاح اولا عبد الفتاح، وربيعه كانت كتعرف داك الشيفور لانه يمكن كان خاطبها ولا شي حاجه وكانت كتعرف حتى اختو. اما ربيعه فكتقول بان قربال غير كيكذب بان داك الشيء ما عمرو مكان وما عمرو ما دابز على ودها. نخليو هاد الديتاي ديال الطوبيس رقم 98 وديال الشيفور وهذا الشيء كامل. ربيعه قالت واحد الحاجه اللي مهمه وخطيره، قالت بان قربال اغتصبها وبانه سبب ليها تخسر الخدمه ديالها، حيت في ديك المخبزه اللي كانوا خدامين فيها كانوا كيطلبوا ليهم سيرتيفيكا ديال العزوبيه ولا ما عرفتش كيسميوه كل 6 شهور. صراحة انا ما عرفتش واش هاد القضيه كاينه ولا ما كايناش، ما عمري ما سمعتها في المغرب. الا كانت بصح هاد القضيه هادي كيطلبوها في شي بلايص كتبوها في لي كومونتير باش نعرف، حيت هاد المعلومه صراحه انا ما عنديش. ولكن السؤال اللي غادي تكونوا كطرحوا كاملي، الا اغتصبها قربال علاش ما ديكلاراتش؟ انا حقا بزاف الناس غتقول علاش ما بوزيتيش عليه بلا يعني علاش ما دعيتوش، وحقا كنت غدا ندعيه وغنطلب زعما من الكوميساريه يديروا لي يعني عرضوني على طبيب باش يعرفوني يلا مغتصبه. مي هو قال لي انا عارف كيفاش نخرج منها ما كنعرفكش، وزيدون ماشي تبقى مينور ترى عندك 26 عام يعني غيديروك حاله الفساد وموراها انت اللي غتشدي في الحبس. انا راجل ما عندك ما غتصوري مني، كنت كنطلب فيك قلت لي انا شوف دابا تتا عندك خواتاتك تتا ما تبغيش مني كرفس لك خواتك، تجوج بيا ولو 10 10 وطلقني اللهم، انت تسمى مجوجه ومطلقه
ولا غنتسمى البنت اللي ما عندها الشرف اش كتسمى يعني بنت الزنقه. تراجيت وبكيت هذيك الساعه هو غادي يجي لفرنسا، قال لي مشيت لفرنسا وعطوني 10 سنين غنجي نتزوج بك، ما عطونيش 10 سنين يعني ما شفتك ما شفتيني. وديك الساعه بديت كنعمر في واحد الاوراق بغيت ندخل عند الرهيبات يعني نخدم معاهم يعني كربيو دوك الدراري اللي لايحينهم والديهم اللي متخلي عليهم. هذا هو الحل الوحيد عادي، كنت غندخل ما عمرني غنخرج من تما، كنبقى تنموت تم يعني ما عنديش شي حل اخر. جا لفرنسا بصح، جا لفرنسا وخدم مع راجل اختو كيقطعوا الشجر في الغابات. قال لي نخدم غادي نمشي للمغرب، قال لي غنمشي نتزوج بنت خت السعديه، راني درت واحد لقا تكرفست عليها. هي حقا هي كتعرف طريق الله ملتزمه، مي الام ما قبلاتش ما بغاتش، من حقها. امو باه ما قبلوش وما بغاوش، مي من جا هوايا دخل المغرب في 11 سبتمبر النهار اللي طاحت ديك الباطيمه في الميريكان. يعني قالها لمومو ما بغاتش، وكانت معاهم الاخت ديالو، يمكن هاد الفيديو راه غتسمعوا. قالت ليها ستري الا كان ولدك هو مولاها. وين في الاخر قبلات، مي الاب ما قبلش حيت ما بغاش ضحيه اخرى. قال لي بركه غير هذيك كريمه اللي معذبها. مي هو قال لي ملي ما بغيتوهاش غنتزوج بها، مي غنديها عند اختي في مراكش. في الاخر والديه قبلوا يعني حقا، جاو عندنا الله يرحمه. هو كاين راجل خالتي يعني دار واحد الحفله بسيطه، مشيت عندهم خا الام ما باغاش، والام قالتها لي يعني نهار اللي غدا عندهم قالت لي شوفي انا هاد الناس انا ما باغاهمش، ماشي على والدي، عليه هو غادي كرفسك غادي يعذبك. ولكن حاجه وحده انت اللي اختاريتي، نهار اللي توقع شي حاجه بينك وبينه ولا يضربك لا تجيش عندي. ميمي ما عارفاش شنو كاين، انا الداخل ديالي ما باغاش وما عمرني تمنيته هو. مي خاصني نستر راسي، انا هادشي اللي كنقول، كنقول اللهم نتزوج ونطلق حسن من ما عنديش شرف. شكون اللي غيتزوج بيا؟ شكون اللي كنقولوا حنا غير رضا؟ اش غتقولي ليه هاد الراجل اللي غتزوجي بيه؟ اش غتقولي ليه؟ يعني كتبقاي ديما طايحه في نظارو. جيت عندهم حقا والدي الله يعمرها دار، عشت معاهم مزيان، لا الام ولا باه. هو واخا انا جيت عندهم كان كيجي سكران كان كيضربني، دخل معطل ولقاني ناعسه كيبدا يضربني واخا ناعسه. قعدي علاش تنعسي وانا باقا ما دخلتش؟ بقيت فايقه كيجي يضربني وكيقول لي علاش باقا كتسني باش تعرفيني فين كنت؟ كيقول لي شوفي كنت مع فلانه وفلانه. من كيجي فرنسا ما كيسكتش بالتليفون، فين كاش كديري فين خرجتي فين دخلتي هادشي اللي كاين. ما عنديش الحق نعس، ما عنديش الحق نبرك، ما عنديش الحق نهبط، ما عنديش الحق نخرج، ما عنديش الحق نمشي عند شي حد. وماشي من كيمشي من فرنسا يعني زوج وزوجه غيخرجك ولا غتسافري ولا غادا تكساي. اكثر كنت كناخذ الحوايج من عند خطو اللي صغيره او لا دار لك جلابه في العام. ربيعه قالت بان قربال كان معيش هالجحيم، بانه كان كيضربها وكيخونها. وباش نقول لكم الحقيقه هادشي قبل ما تقولوا لي ربيعه، ديجا كان قالوا لي قربال فاش بديت كنهضر معاه في الاول قال بان فعلا كان كيضربها وفعلا كان كيخونها، وقال لي بان السبب هو انه كل مره كان كيخرج مع اصحابه يسهروا ولا يديروا شي حاجه كيسمع عليها الهضره. ما بغيتش ندخل بزاف في لي ديتاي لان راكم عارفين هادشي اللي كيقيس الشرف كيكون شي شويه حساس، ولكن قال بانه كان كيسمع شي هضره اللي حتى شي راجل ما يمكن يقبلها على مراته. فقال لي بانه كان كيخرج فيها الاعصاب ديال ديك الهضره اللي كيسمع. وبطبيعه الحال بلا ما نقولها لكم، ما كاين حتى شي عذر للضرب، ما كاين حتى شي عذر للعنف. حتى شي امراه اولا راجل مخصوم ياكلوا العصا شنو ما داروا، كاين حلول اخرين، كاين المناقشه، كاين الفراق كاع او بيغ، ولكن حتى شي حاجه ما تقدر تكون عذر للعنف. ربيعه كانت عايشه في الجحيم كيف ما كتقول، ولكن هذا الشيء هذا ما غاديش يمنعها انها تولد بيبي. احملت بصلاح الدين، يعني المراه كتفرح من كتحمل، ما كانش فرحه لانه هو ما بغاش يطلقني، ما بغاش يخليني نمشي لدارنا، ما عنديش الحق نمشي لدارنا. المهم حملت بولدي صلاح الدين، بدا كيشتف عليا امو تخلعات انني حامله. خرجت عند راجل اختو كيصيب الطوموبيله قالت لي عيط ليه، وبقى تلاهي فيا انا غنمشي نعيط ليه على باه من الساحه. قال كيبرك في الساعه 10 كيتقهوى، مشات مسكينه كتجري، خلاها هي مسكينه جايه بشويه هو جاي يجري. من جا هو اللي فكني، هو اللي جرى عليه، كان شي شويه كيتردع من كيكون باه. امو فيما كتشوفو كيجي كتقول لباه ما تمشيش للعربيه بقى هنا. النهار اللي غدا نولد ولدي هاد صلاح الدين، قبل يا ربي ما نولد ولدي، ما عرفت كيفاش دارت واحد الهضره باغي يجيب ولدي لفرنسا يعيش. واش قالت عليه مراته الله يرحمها كريمه، ما عرفتش كيفاش الهضره دارت. وانا عدوستي حدايا بدات كتويل، هي ويلي هي ناري هي حي بحال هكا.
اش قالت لي راه باغي يجيب يدي الولد من هنايا وياك ربيعه تعطيه. بقيت كنشوف فيها انا قلت لها بحال هكا حشاكم، قلت لي راه الكلبه وما كتعطيش ولادي الا خوانتي، قلت لي واش هذا مريض في عقله، راه مرتو تولد ليه ما ياخدش ولدي وما نعطيش. قالت لي انا كنقول لك وياك عداك تضحك عليك، عداك تسيني لي، عداك ديري لي، عداك يدي الدري، راه لا دا الدري راه والله ربيعه لا عمرك شتيه. خديت من عندها 100 ريال وخرجت، قلت لي عيط ليا ضروري. من عيط صراحة لله عايرت، ربي تاح ليا فرصة لحد ماشي حدايا باش غيضربني ولا يكرفصني ولا عايرت. قلت لي ماشي راجلة، انت عارف انا قربت نولد وعارف جايني ولد، تعايرت معاه. قلت لها قلت لي ماشي راجلة، عايرت ماشي بالكلام الخايب، عايرت باش ندير لي عقله. ولا ما بغيتيش خليني نمشي لدارنا بولدي، باقا عندي حرفة، انا خدامة، انا تريتورة وكندير الحلاوي كندير بساطة، كنت كنخدم مع الكوموندات خارجة على الباتيسري كنت عايشة. هذيك الليله سكر دارك السيده دخل في واحد الصف ديال الطوموبيلات، جا الوقت اللي غدا نولد فيه صلاح الدين ولدي الاول، ليله اللي غدا نمشي نولد سكران. مشيت للسبيطار مولاي الحسن، من دخلت ما بغاوش يولدوني، قالوا لي بكره ما نقدروش، انا اصلا خاصني نولد سيزاريا ما بغاوش يولدوني. بدا كيدابز معاهم هو مع السيكوريتي، شكون اللي حطينا لاكارت ناسيونال انا والام ديالو، عقلوا على هادي حطت لاكارت ناسيونال انا والام ديالو، ما ولدش. عطاونا لاكارت تخرجونا، قالنا غتمشي لواحد السبيطار اخر كبير. مشينا لسبيطار اخر تم بركت فيه 3 ايام، الولد كان غيموت ليا لان خاصني نولد سيزاريا، ولكن هذيك الساعه كانت مرتو المرحومه كاينه عند اختو اللي كاينه في مراكش صاحبتها، كان يقولوا هذاك الوقت اللي كانت هي باركه تم باش تعاونوا، كان غيخول ليا ولدي باش يدخلوا لفرنسا. المهم بعد انا تعدوا تبركت 3 ايام كان غيموت الدري، يعني ولدت ولدي ولد مكرفس. خرجت لدارنا مو مو الله يرحم ليها ميمتها، قالت لامي سمعي فاطمه الا بنتك نعست بقاي فايقه وما تخليش قربان يدخل البيت. ومن خرج قالت لي اري الوراق ديال السبيطار، من عطاتها الوراق السبيطار قطعتهم وقالت لي ديري تحت الناموسيه. لحت هو كان باغي يدير لي مع الفوتوكوبي ولا ما عرفت باش يدي لي الدري. داز المده رجع هو لفرنسا، ولدي عاش، كان عزيز على امو على خالتي هنية وعزيز على بو علي الله يرحمه. يعني هذاك الولد بحال كنقولوا حنا دخل الفرحه للدار. حتى جا واحد النهار المشؤوم ما نساهاش، فمات افغيل في شهر 4 بيت سكران في عين دياب هو وصاحبه. انا يا مع ديك الربعة الصباح اخر دقيقة غنشوف فيها ولدي، كان بدل لي وكان عطيه البزولة كيرضع، هو يدخل هو كيضربوا هاد الحيط وعاودوا هاد الحيط. كاين بو انا عز في الصالة، اخوه كاين من فرنسا تا هو ناعس تما، كاين قال لي شوفي انت خاصني نحيدك بعدا، عندي مشاكل، مشاكل من هذيك اللي في فرنسا والمشاكل اللي منك انت، انا دبرت باغي نعيش حياتي بحال هكا، انا ما عرفتش علاش. قال لي دروك غنديك لداركم، واليبو كانت امي مهرسه. قلت لي نيت انا نمشي نشوف امي، حتى انا صافي لونطو مش تمي ما نمشيش معاك حتى في هذه الحاله حتى يطلع النهار. قال لي غتزيدي دابا ولا غتكبر، باقا عاقله بيجامتي طويله ناعسه بها. هز الدري لاحو في الطوموبيله تبعته وانا كنجري شديت ولدي، كيهز ليا الحوايج من الماريو هكاك ما كاين لا في الصاك لا، كيهز ليا الحوايج كيلوحو في الطوموبيل. قال لي غنوصلك، الطوموبيله ديال ولد جيراننا ماشي ما عندوش هو الطوموبيل. امو كطل من الشرجم من الفوق يعني شافته، وبقى فيا الحال لان امو ما شافته كيلوح في الحوايج وركبني انا في الطوموبيل. هذيك الساعه تفيق ولدها تفيق راجلها، علاش ما حبساتوش؟ ودك ليا النص في الحوايج والنص طايحين في المراح وديمارا. هو من قلت لي قلت لي شوف قربان تسكران الله يرحم لك الوالدين، اليوم راه ما غنوصلوش. قال لي انا هادشي اللي باغي، انا ما كرهتش دير امك دابا تموتي انت وبحالوك انت وهاد البرهوش اللي معاك، عندك صاحبي بالبرهوش شديتيني. زاد مي با 5 مينوت غادي كيف السرعه اللي غادي بها دخل في النخله، مي دخل من جيتو هوايا. الولد تفرق لي الراس يعني تهرسات لي عنقرتو، انا توعت من كتفي تهرست ومن رجلي هو الله اعلم، انا كنسمع غير الدم كيخوي. الوقت اللي الضربه ديك الطوموبيل القصيده ومع الربعه الصباح الناس غادي للفجر كلشي تجمع ما كيشوفوا فيه هما، مي حتى حد ما شاف لي انا ولدي. كنقول لهم غير شوفوا واقيلا غيكون باقي حي. جا واحد الطاكسي كنشير لي، قلت لي بغا نمشي للسبيطار حفيانه، يد مهرسه ما قداش نمشي ما بغاش يهزوني.
ومشيت واحد المسافة راهم ما عارفين من قريقوان حتى السبيطار مولاي الحسن، حطيته فوق البايا تحت حتى الفرملية قالت لي سيري دير بنورشت واحد السبيطار خاص بالدراري، بين هذاك السبيطار والسبيطار اخر الاخر خاصني جوج طوبيسات انا ما عارفاش كنطلب فيها. قلت لي عطيني عاد التليفون عيط العدوسي، ومن عطاتني التليفون عيطت ليها قالت لي انا سمعت الو عرفت، قلت لي صلاح الدين وقيله مات مي ولدك انا ما عرفتش واقع، راه درنا كسيده قالت لي عرفتو غيدير كسيده، ولدي ما كيبوشيش وجهه ما بقيتش عرفتو، يعني اي ام غتحس بيا انا اللي كيموت ولدك بين يديك، وسمحوا لي ما اي في ما كنجبد هاد القصه كنبكي ما عرفتش. هاد العام في شهر 8 دار 18 راه يا ريت تكون بقى حقا وصل عليا لوسي ومعاهم الله يرحم ليها الوالدين، وهو الله يعطي صحيحته ويخلي لي ولاده. ما نوصل عليا عرفتي بقيت كنطلب في مول لابيلانس باش ينوض لابيلانس طوموبيله سي 15، انا باقا عاقله عليها كل يوم ما فيها لا كرسي باركه في الارض لا اكسجين لا والو، مي الدري مره كيدك يعني كيموت. يعني لافيرانس باش هزاتني بزز مشيت للميريزغو، يعني هما راه عارفين بلو رشت حداش داروا لي لوكسيجين، قطعوا داك الخيط وحطوا لي حدا نيفو بالسكوتش كاريه تسناه حتى الطبيب يجي مع تسعود، من جاو كيقولوا لي خاصو قبل خاصو يدير سكانير يدير هادي، انا ما عنديش فلوس، هو اللي كيخلص هاد السيد من جيبو لوسي كيخلص يعني خير هذاك السيد انا ما ننساش، وراه مرته غتسمع هذا الفيديو غادا تعرفوا، وكنت كنقول لها ما ننساش وقفته في ولدي، يعني ولدي ما تعتقش مات، ربي عطاه ليا وبغاد الحمد لله اللهم لك الحمد، ولكن كون مات موت اخرى يمكن ما كانش غيبقى فيا العهل. ايوا انا لله وانا راجع الله يجعلوا لي القى عليه. القصه ديال صلاح الدين كتقطع القلب صراحه، انا ضراتني في قلبي بزاف، هذا الوليد هذا خلص على اخطاء اللي ماشي هو اللي ارتكبهم، وقربال فعلا كيعترف بانه كان سكران وبانه دار كسيده وبان ولده مات بسبابه، ولكن الحاجه اللي ما كيعترفش بها هي انه ما جراش على ربيعه، قال بان داك النهار كان خارج سهران مع صحابه وبانهم كانوا في واحد الكباري فيه البنات، وربيعه بقات كتعيط في التليفون كتعيط في التليفون كتعيط في التليفون، شويه جاوبها وسمعت صوت ديال البنات، فاش دخل هو للدار مع الربعه ديال الصباح لقاها مازال فايقه وقالت ليه بغيت نمشي بحالي لدارنا. فهنايا عندنا جوج ديال لي فيرسون اللي بعادين على بعضياتهم، كل واحد شنو كيقول، ولكن المهم هو ان وليد مشاركينو هاد جوج ديال الناس هادو مشى ضحيه، فكلكم غتقدروا تقولوا من مور هاد الوليد ما مشى ضحيه ومات ليهم بحال هكاك في يديهم يقدروا يتبدلوا يقدروا يوليو ناس حسن، يقدر قربالي يولي يتعامل حسن ربيعه تولي تعامل حسن، اولا يقدروا يتفارقوا، ولكن حتى شي حاجه في هاد الشيء ما غادي توقع، غتبقى العيشه ديالهم هي هي، وهاد الشيء ما غاديش يمنع ربيعه من انها تحمل بالبيبي الثاني. حملت بولدي هذا الكبير اللي عندي دابا، ولات ولدي نيت هذا في مولاي الحسن الحمد لله، ولدته في شهر 5 جا هو حضر ومشى ورجع في شهر 7 اللي غتكون فيها الكارثه، اللي سمعت هو في الفيديو بان فلانه باغات تاخذ ولدها وقالت لي اراه وعطيها تليفوني، انا كان يقول لي الفيكس خلي مي تجاوب عندك تجاوبيها وهي تهضري معاها، عمرني ما دويت معاها. بخي من تزاد اسماعيل قال لي غنمشي نجيب خاصني نجيب فلوس ونجيب شي حاجه باش ندير هاد الدري السبوع، انا قلت لي لا انا السبوع غديروا لي امي، ها الام ديالو حاضره، عمرني ما دويت مع كريمه، انا قلت لي بالتليفون ولا البورط، انا اصلا ما كانش عندي، كان عندي مره بورطابل دوا معاها، هي هرس البورطابل عاود هرس البورطابل ديالي. ربيعه كتقول بانها ما عمرها ما هضرات مع كريمه، كتقول بانها ما عمرها ما اتفقت معاها، قالت لي ربيعه انا علاش غادي نقتل كريمه شنو غادي نستافد، ولا فيرسون ديال القربال راكم ديجا سمعتوها، قال بان كريمه هضرات مع ربيعه في التليفون واتفقوا كريمه بغات تجي وهادي وهادي. المهم عندنا في هادشي كامل هي ان كريمه ماتت الله يرحمها ويوسع عليها، وهنا غتولي عندنا قصه اخرى هي القصه ديال الباسبور ديال كريمه، فاش غتموت كريمه شي واحد من دوك الناس اللي كانوا معاها يعني يا قربال يا بو شعيب غادي ياخذوا الباسبور وغادي يعطيوه لربيعه، هاد الشيء هذا حتى شي واحد ما كينكرو، فعلا داك الباسبور غتاخذوا ربيعه وغيكون مخبي عند شي اطراف من العائله اللي ما نقدرش نقولهم، وراكم عارفين لا سويت هي ان ربيعه غادي تستعمل داك الباسبور باش تمشي لفرنسا. من دخلت لفرنسا بصح معاك انا كنت جايه كيف كتقول
فرحانه وداكشي غنجيب بعدا حوايج. انا جيت تابعه ولدي، جيت لان انت غتاخذ لي اسماعيل تجيبيه، اذا اش غنبقى ندير انا تماكي؟ اش غندير نتصدى؟ بطبيعه الحال غنتبع ولدي. وانت عارفينك الناس كتحرك، علاش ما تدوزنيش؟ من انت باغي بصح تدوزني، علاش تقتل مرا؟ اذا انت اللي عندك الغرض، انت اللي درتي ريغلو موت الكونت اللي خاصها تحيد. جيت معاه هنايا يعني. تصور نهار اللي داني لدارو كنكتشفو مع صاحبته ساكنه حدايا. انا سير مع من ما عجبك عطيني اتساعه. انا انت اللي كتقول ما عمرك تشديتي، بالعكس الناس صغيو عارفينك واحد واحد. ربيعه كتقول بانها ما عمرها ما بغات تمشي لفرنسا، بانها كانت تابعه غير ولدها، ولكن تفكرت بان قربال كان عاود ليا واحد الحاجه، قال لي بان ربيعه فاش كانت حامله ديجا حاول يهربها في الطوموبيل في الكوفر، ودا ديك الطوموبيل عند واحد الدراري اللي مختصين في هادشي ديال الحريق، صايبوا ليه الكوفر باش ما تبانش هي، وحتى كان غادي يدوزها ويشدهم واحد البوليسي، وصدق قربال مخلص 1000 اورو ديال الغرامه. فهنا صراحه انا كنتسائل الا كانت ربيعه ما باغاش تمشي لفرنسا وتبعات غير ولدها، علاش قبلت انها تريسكي براسها وتحرق وهي حاملة؟ ما عليناش من هذا الشيء كامل، ربيعة في الاخر غادي تمشي لفرنسا ولكن حياتها غادي تكون جحيم حتى في فرنسا. وحتى قربال كيعترف بان ما بقات حتى شي علاقه بيناتهم، ما بقات حتى شي علاقه ديال الكوبل، الحاجه الوحيده اللي كانت جمعاهم هو داك السر ديال كريمه اللي كانوا مخبيينه، بحال نقدروا نقولوا كانوا مبزين على بعضياتهم يبقاو انصامبل. في وسط هذا الضغط وهاد المشاكل كاملين وهاد العلاقه اللي نقدر نقول عليها توكسيك، غادي يقروا عاوتاني ولدوا بيبي اخر، بنيته اللي مره اخرى غادي تخلص اخطاء داروهم والديها. انا ما كنتش حامله بها وكنتي كتدقني، فرشختيني توليد دايزه بالماء. هذيك الساعه قلت لك راه في قالو وجع، هذيك الساعه قسمتي الدريه راسها، ضربتيها وتحليها راسها في كرشي، وداك الماء اللي عايشه فيه دخل ليها في راسها، وانا اللي حسميت ليا صلاح الدين، وزاد هذا الدري الكبير ودرت فوسكوش دري. يعني نهار اللي سمعتها بنت فرحتي ما ليهاش فرحه، وكان عندها مشكل في راسها. عقلتي ومشيت انا وياك حتى البويتي، قالت لي الطبيبه الى ان كو دو بوين ولا كلك شوز كوم سا، لان محلول بقى لي 4 ايام ونولد. وشديتي لي الدري هذا اللي عندي دابا عنده 16 عام، عنده 4 سنين، وجريتي عليا انا برا بينوار لابسه كل حالتي دمومه، جات ليرجونس داوني، والدريه سيفري من زادت عندها فرقه في راسها من كتبكي كلشي كيتغونفل. ها هي دابا وغنصورها وغنعطيها للسيده. الدريه اللي دروك عندها 14 عام وديما خاصها هذاك البروتيز. وي شريتي ليه في الاول بالدوسون مع طوب 300 معانا مرات خوك، هي اللي عمرات الشيك، ولكن موراها راه هي كبرات 14 عام، والبيريك ديال الافو ماشي هي دابا. انا غنعطي السيده دليل 1800 جيسكا 2800. كنتي كتعيره بالمعوقه، كنت غادا نصفيها لامك في الكرش عندك الزهر الزيتي. شديتي الدري الكبير من رجلو وطلقتيك تي غطردك عن قرطو، ودخلت انايا كندافع لي وشديتيني قتلتيني عصا. والدريه باقا عاقله علي دابا، وقالت لهاد السيده جاره خوها الصغير من الكابيش وغادا تجري سدت عليها. نهار اللي ضربتيني هرستيني من ضلوعي، كان عندي ولدي الصغير يلاه عنده 4 شهور، قتلتيني عصا هرستيني من صدري دميت في الكولوار، الجيران اللي عيطوا للبوليس، وفي الاخر كتبوا لاسيسون سوسيال وجات وسولتني وانا ما كنجاوبش كنشوف فيها مية كتكتب. ومنتي قلتي لي يا بنت الحرام انت اللي عيطتي خرجتينا انا وولادي برا، حتى جوج ديال الليل وانا دري عنده 4 شهور في ايدي، ودريه لا حول لها لا قوه لا شعر لا حاله، ناعسه فوق ركبتي وانا باركه في البون برا. والدري الكبير هو عاقل، خرجتي معاه المره القهوه، طيح الكاس ما عرفش يشدو، طيح الكاس شتتي به الدنيا، بقيتي ضربتها بال بالخلعه. عنده 5 سنين عباد الله ولا 6 سنين، هو اصلا ما كانش يبغي يخرجوا معاك، كنتي كدي صحه. الناس اللي ربما تقول لي من هادشي كلشي داروك علاش ما مشيتيش وفرنسا فيها قانون، اه ما عنديش الوراق، انا ما درت الوراق حتى تتزاد عندي ولدي الاخر، ما نقدرش نخلي ولادي هو اللي غيشدهم. لونكيت ديال البحث على كريمه غادي توصل للمحققين لربيعه وقربال، وفعلا غادي يديروا معاهم استجواب، غيديروا استجواب مع العائله كامله باغين يعرفوا فينا هي كريمه. وحتى ربيعه ما غتسلكش منها وغادي تبات في الكاردا فو، ولكن على واحد السبب غريب. انا ما تشديتش كاردا في على كريمه، انا نهار اللي مشاو عند امك واستوجبوها قالوا لي ربيعه كيفاش مشات مع قربال، امك كذبت عليا في هذه، قالت لي ما كنعرفش ربيعه، ما عمرني شفت ربيعة. وانا بركت معها 5 سنين، وهذيك سبيكتورا الله يرحم ليها الوالدين واخا قاورية كدوا يا ربيعة قولي لا فغيتي اشنو كاين، وقلت ليها كل شيء، وقلت لها شوفي انا دوك الناس كنت عايشة معاهم، ومن امك كيقولوا ليها راه قالت عايشة وراه
لا كارت ناسيونال فيه لادريسه ديالكم. امك جاوبتها قالت لها ولدي راه مزور، ولدي راه خرباق، راه كيعرف كل شيء، شهادات فيك امك. قالت لها امك هاد السيده عمرني ما شتها عليا. وزيدوا كنت كنسمع راه كاري الوحده في حد سوالم، راه يمكن هذيك الدار اللي كانت فيها ربيعه هي اللي فيها كريمه دابا، وراني سمعت دايرين كريمه تما وكيضروقيوها. ومن جات قلت لها شوفي هاد السيده قالت لك ما كنعرفهاش، سيروا المولاي الحسن. الهضره كنت كنقول في الاولى عقلوا من حطيت انا ومولا كارت ناسيونال، قلت لهم سيروا سبيطار مولاي الحسن نهار اللي كتغنولد ولدي راه حطيت انا وياها لا كارت ناسيونال. ومشاو جبدوا الفيش بان بلا كارت ديالها وديالي داخلين، ودوما خرجت. البوليس غادي يشدوا قربال واخا ما كانش عندهم جوده، غادي يحكموا عليه بسنوات طويله ديال الحبس، ولكن العلاقه ديالو مع ربيعه غادي تكمل حتى من مور الحبس. غتبقى تمشي عندو البارلوار، غادي تبقى تمشي دير ليه الوليدات يشوفوه. وهو قال لي بانها كانت كتعاونوا في البيع ديال الممنوعات، وكانت كتجيب ليه داكشي للحبس وهو كيبيعو للمحبسيه، ولكن الله اعلم واش هادشي بصح ولا لا، ما نقدرش نعرف. وربيعه كتقول بان حتى في الحبس العنف والضرب والمعيار بقى مكمل. ضربتيني في الحبس علاش؟ على مراد. قلت لي يا مرت غيعطيك الصون ولا ما عطيك؟ قلت لك انا ما شفتش مراد. قلت لي يا بنت الفاعله التاركه حاشاك نعستي معاه وما دورش معاك. بركتي كتعربل الكلام الخايب قدام اختك وراجلها نص فرنساوي ونص بالعربيه. من ولدي شافك قلت لي تقبل امك العين ما كتشوف فيا راك براهو، سير سول بري على باك انت بعدا ماشي ولدي. قربال بقى سنين وسنين في الحبس قبل ما يهدر على بوشعيب خرابيه، غادي يهدر حتى 2016 وغادي يقرر يهدر لانه كيقول بان ربيعه كانت كتخونو مع ولد خالته. غتكونوا كتسائلوا كيفاش هو في الحبس وعاق بها كتخونو في المغرب. انا غادي نقول لكم لا فيرسون اللي عاود ليا هو. قال لي بان ربيعه فاش خدات البيرمي عطاها هو الفلوس باش تشري طوموبيل ما عرف ب 1000 وشي حاجه د الاورو، وداك العام كانت باغا تمشي للمغرب باش انها تشوف خوها حيت كان مريض. فاخو قربال حتى هو كان غادي للمغرب وربيعه كانت غادي تتبعو. ما عليناش، تبعات في الطريق، وصلوا للمغرب على خير، بقاو ديك المده اللي غادي يبقاو. وفجا الوقت باش انها ترجع مع خوه تابعاه باش ما ترجعش بوحدها في الطريق. قالت ليه غير سير انا مازال غادي نبقى حتى نجي مع اختك اللي كانت في داك الوقت حتى هي في المغرب. فعلى ما كيقول قربال قال ليها اوكي ماشي مشكل، بحال اختي بحال خويا. جا الوقت ديال ان اختو غادي تمشي وما بغاتش ربيعه تمشي معاها على ما كيقول قربال، لانها كانت عوله ترجع معاها داك ولد خالته. وقال بان ربيعه مشات لدار داك ولد خالته واخا عمرها ما مشات، وحتى هو جا عندهم واخا ما عمرو ما جا عندهم. هادشي بطبيعه الحال كيقولوه ليها عائلته والناس اللي كيعرفوه تما. وحاجه اخرى هي ان ربيعه كانت عندها واحد الطوموبيل مغايره على ديك الطوموبيل اللي كان شرا ليها قربال. هي كانت عندها طوموبيله كزاره، ولكن خواتات قربال صيفطوا ليها التصويره هذه اللي باقا عنده لحد الان ديال ربيعه كتسوق هاد الغونو اسباس. فهو غادي يطلب من خواتاتو يشوفوا لا كارت غريز ديال ديك الرونو باش يعرفوها ديال من، ولكن ربيعه غترفض توريهم لا كارت غريز الاسباب ديالها هي. هادشي اللي عاودت لكم دابا راه قربال كان ديجا قالوا لي شحال هادي، ولكن انا حاولت ما نديروش في الفيديو. اما دابا بما ان ربيعه بفمها بغات تهضر على هذا الموضوع هذا، فمن الواجب عليا نقول لكم حتى لا فيرسون ديال قربال، لان هو ما غاديش تكون عنده فرصه اخرى باش يشرح لكم داكشي اللي ما قالش في الفيديو. ودابا غادي نخليكم تسمعوا لا فيرسون ديال ربيعه ديال داكشي اللي وقع في 2016 وسعر قربال وخلاه يهضر. في 2016 علاش بغى يقرو بقى فيه الحال اللي حتى انا مشيت مع ولد خالته محشوماش تزيد تشوهني كثر تاني، وانت كاع الناس اللي كتشوفوهم شكروني راني معاهم. اين واحد قالك تهلا في مرتك وما قلتيش ليا معاه؟ سمعتها مشات معاه قالوا لك خواتاتك طوموبيل بالمادركيل هاي جات، راه شاريها الحسين، راه شاريها مايكر، راه شاريها فلان، وانايا محيده الزيف شاده شعري. شوف كي ولات انت هادوك تصاور عندك صيفطتيهم ليا وكتسب. ما عمر شي حد يدخل على ولادي، امي مات با وخلا عندها 32 عام وما تجوجات، هي في السبعينات ما تجوجات، جمعتنا حتى انا كذلك ومثال نجمع ولادي. انا ولدي دابا راه راجل عنده 16 عام 190 كيلو متر 86 اش غندخل؟ سي قربال درتيني مع ولد خالتك ايه، من انت عندك النفس والشخصيه؟ علاش كنتي كتصيفط ليا صحابك مع الجوج الليل في باسو؟ خوك نهار اللي شرى ليا العيد قلتي ليا ايه راك طايحه معاه باك باك من كيدافع عليا درتوني طايحه مع باك.
هذا باك خلق الله، وانت صحاب لين تريد قالوا لك مرتك الله يرضي عليها ونعم المرأة البوسيت مسكينة وتاع في الخبز وتبيع وتشري. قلت لي شو دافع لك صحاب لين تريد إذا كنت معاهم؟ إلا واحد ما درتينيش معاه نتايا. من كنت غادة في 2016 خويا طاح في الخدمة في المطحنة ديال حد سوالم مريض، طرطق لي عرق ديال الماء في راسو، وجاتني خبار خويا. وهذيك الساعة كان باك مريض، خواتاتك كاع مشاو، هادوك ما عندهم حراج يمشيو، وانا عندي خو واحد اللي كان ترجى من قلت لك خويا راه في الكوما وخواتاتي ورمضان كيباتوا في السبيطار. قلت لي اكيد كذبوا، وصيفطتي خوك وصيفطتي خواتاتك وجاو لقاو خويا بصح في الكوما، قالوا لك بصح. وقلت لي سيري اشويه جيبي لي الدراري نهار الاثنين. من مشيت من باقسم وبركتي كتعير، انا من غادي نبقى قلت لك لي ما عدو سيدو عد الله، والله يا سيدي تنمشي عندي خو واحد. قلت لي شوفي لا مشيتي واختاريتي هكا بهذه الكلمه البيدي الله يدين امك تنصيفطو للحبس. قلت لك انا يا خويا ما عارف والو. قلت لي لا يا الحماره، من مشيت في 2008 عاودت لي كل شيء وديت واش درت، يعني خوك في المغرب شو تصرفي قادين امي حاط كل شيء لحد خوك خواف على خوك راجل. وقلت لي زيدون ما عاد بوكم جهد، عندكم الفلوس دابا باش تعيشوا، عاد غتشدوا امك المحامي. شوفي انا في فرنسا ونهار شدوا المحامي والسيفري شدينا ب 25 مليون، اخواته اللي جمعنا 25 مليون. انا بطبيعه الحال خويا ما عندناش. يلا دابا قربال قول لي فينا هي الحقيقه في هذا الشيء؟ دابا ثلاثه المرات كتقول كنعترف وكل مره كتعطي اعتراف في شكل، فينا هو الاعتراف الحقيقي؟ واش اللي قلتي لهم في 2016؟ قلتي لهم بان خو ربيعه عيط ليا مرض وغادي يموت، وعيط ليا وقال لي خويا انا باركه هاد الحمل ما بغيتوش نديه معايا، انا خويا غان نعترف بانني قتلت هذيك السيده. هادشي قلتيه نتايا بفمك انت وكتبوه لي جورناليس وخرج في لا شارونت ليبر. او دابا اللي كتقول في هاد الفيديو الاخر بان ربيعه مشات مع ولد خالتي وعيط لخوها وقلت ليه راه ربيعه مشات مع ولد خالتي، قال لك طلقها وانت ما رضيتيش. قلتي بزاف بان سي بون غادي نعترف. خويا طاح حكومه جابوه للسبيطار، على خويا فين باقي عنده شي وقت يعيط لك كيف كتقول؟ اذا دابا الحقيقه فين هي؟ وسبحان الله تمن المحامي ديال كريمه متخشمله قالها، قال لك هذا السيد كذاب الحقيقه هو اللي عارفها، ريقل موت الكونت مع مرتو. اذا دابا شكون اللي قتل كريمه؟ خططتي ليها وجات هي لاصقه خويا بصح، تشد لها اربعه ولا خميس كيقول لهم ما كاينش. من حطوا لي تصويره كريمه ما عرفهاش خويا، من حطوا ليه تصاور بزاف حطوني انا عرفني، حطوا حسن اختك شي تصاور اخرين، مي كريمه ما عرفهاش. ولكن هذاك السيد اللي ورك على خويا والله وعالم اش دار، ربي خدام انه عقابه ونطاح بوحدو قج راسو لحد القمرتو الله اعلم فين كاينه. شوف المحكمه الالهيه، النهار اللي انا عيطوا عليا صحاب المغرب وبشيت وشهدت ما درتش كمتهمه درت كشاهده. كيما انا بغيت نعرف خويا، انا قلت لي قتل، قال لك قلت لي مي علاش بغيت نقول خويا قتل؟ قلت لهم علاش ما سولتوش قربال؟ قال لينا سولت قربال، مي قربال قال لينا بان ربيعه النهار اللي مات ليها ولدها في 2004 كريمه ضحكت عليها. اقسم بالله لشان عظيم حتى هاد الهضره قالوها ليا يعني المحكمه ديال المغرب، ضحكت عليا من مات ولدي في 2004 وعلاش تسنيت حتى 2005 ولاش غنقتل هي راها ضحكت؟ مي لحنا قتالين اذا خاصو نقتلو اللي هو اللي قتلو، يعني قتل لي ولدي هو اللي خاصو يموت ماشي اللي ضحكت. اللي ضحكت الضحك اختك تاهي ضحكات عليا وتشفات عليا، علاش ما قلت لخويا تاهي قتلها؟ واش اللي ضحك قتل؟ الا كان اللي معذبني نقتلو هو انت، علاش هذيك السيده ما واصلاني لا بيديها لا برجليها لا بحياتها، ما باركه ليها في دارها، ما خايده ليها واش خايده؟ خايدك انت؟ كيف قال باك الله يرحمه على هذه الكلمه، قبل ما يموت وجاو البوليس استدعاوه وجاو الجندارم تل دارو، من قالوا ليه قربال راه قال بان بشعيب اللي قتل الله يرحمه في هذه الليله، باك بهذه الكلمه قال لهم كريمه لا ماتت قاتلها ولدي، ما كاينش شي واحد عنده الخير في موته ما عدا ولدي، وهذاك بشعيب عظلمو هذاك عاد ريويش. مشيتي حطيتي تهمه على واحد اللي ما عمرو شاف كوميساريه، ما عمر شي واحد استدعاو البوليس ولو بكلمه. انا خويا كانت مرتو الله يرحمها كانت لا تناقشت مع امي، مو ما كيدافعش عليها كيهز الموطور وكيجي الفراش كيقول لي خليهم حتى يتفشوا، ما عمرو بنتو تدفعها، بنتو اللي عم ربي. من خويا اللي قاتل؟ علاش كنتي كتقول لخالتي وولادها والناس اللي كت
تشاتي معاهم تما كاين كتقول لهم شوفوا بغيتها هي تجيب لي ولادي بغيتها نشوفها الا شفتها غير قسم والله تنبرأ بشعيب لان بشعيب ما دير حتى شي حاجه راه هادشي كلشي واصل للبوليس اذا انت كتحلف بان بشعيب ما دارش بغيتي غير تشوفني اللي حتى باغي تقتلني هادشي اللي قلتيها وتمن امي تناقش معاك تقول لي يا بنيتي دي لي ولادو باقي لي يشوفوه يرحم لي ولدي قلت لها امي انا ولادو ماشي انا ولادو اللي بوزو عليه بلانت ولادو اللي ما باغينوش يشوفوا انا ما عنديش حق في الولاد رغمهم صح هيمشيو يشوفوا باهم وزيدون هذاك السيد اللي حكمتي عليه لصقتي ليه التهمه وتحكم ما تنساش امي متور عاد 70 عام او 72 عام هي الام ديالي اللي كتبرق قدام الباب يا فجر كتهز عينها تقول يا ربي دعيتو لك الواحد القهار يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل فيك ضروري غتخلص ما يمكنش ربي غادي ينساك دابا حاليا كاين واحد المشكل كبير اللي هو المشكل ديال الوليدات الوليدات هذه سنين وسنين وهما ما كيهضروش مع باباهم انا هضرت معاهم وكلهم كيقولوا بانهم هذه سنين هما ما كيحملوش ما يقدروش تيشوفوه البنيته قالت بان الا شافته تقدر دير شي حاجه في راسها ولكن كاين واحد الحاجه ما فهمتهاش صراحه هي انهم في 2019 ولدوا وبنتو صيفطوا ليه جوج ديال لي زوديو في فيسبوك وعنده الدليل بان دوك لي زوديو مصيفطين في فيسبوك وكيهضروا معاه عادي يعني 2019 هذه غير 3 سنين انا ما فهمتش هاد لي زوديو هادو علاش تصيفطوا في 2019 الا كانوا هاد الوليدات ما كيحملوش باباهم وكيخافوا منه فاش سولتهم قالوا بانهم ما عقلوش على دوك لي زوديو يقدروا بصح من مور داك التروما كامل اللي عاشوا يكونوا ما عقلوش على دوك لي زوديو اولا كيحاولوا يمسحوهم من مخهم هما حاليا واخا عندهم بعض المشاكل ولكن كيقولوا بانهم مرتاحين مع ماماهم بانها مهليه فيهم وهادشي بطبيعة الحال اللي بغينا حنا بغينا ما يكونوا مزيانين لانهم مساكن ما داروا والو في هاد الحياه ما داروا حتى شي خطا باش يتعاقب عليه اي واحد فيهم وباش ما حسوا واخا حتى يكرهوا باباهم خاصو هو يتفهمهم وراني ديجا قلتها ليه وقال بانه الا كان عنده دابا الفرصه يهضر معاهم غادي يقول لهم غير سمحوا لي على داكشي كامل اللي درت لكم وغايقول لهم سمحوا لي لانني خليتكم وقال لي بان باه براسو قالها ليه قال ليه اللي كيدخل الحبس ويسمح في ولادو ماشي راجل وقربال عارف مزيان هادشي عارف مزيان بانه خوا بولادو حاليا هو كيقول بان خواتاتو ما كرهوش يعاونوا الوليدات ولكن هما رافضين رفض تام انهم يشوفوا اي واحد من عائلتو او يهضروا مع اي واحد ودابا غادي نسمعوا ربيعه شنو بغات تقول على الوليدات ولادك في حاله لا يرتى لها من سمعوك باغي تخرج الدريه قالت لهم الا خرجوا شتو انتحر والدري الكبير قال لهم انا اصلا سميتو الكنيه محيدها الكنيه من كيكتب في الكتاب ما كيكتبهاش واش تعد بالك نخلي انا ولادي واش تحماقيتي انا بنتي نهار اللي جيت هنا في 2018 رحلت من باربيزيو الناس عرفوها بالأشعار رازيت شعري رازيت وقسمت لك بآية الرحمن تا كرت قلت لها انت بحالي بحالك بغيتي تدي ولادي مني قتلني كيف قتلتي كريمه وخودهم ويلابشوا معك لان الدراري هنا الحمد لله قانون الا ما بغاوكش هما ما غتشدهمش وباركه ما تشوه في ولدي ولدي الحمد لله كيقرا ودابا هاد العام خدا ديبلومو كيقرا وحرفه اللي كتقول ليهم راه كيتضروق وكيدير ونخيف على بنتي وجرخو الصغير والام ما كايناش راه ما كاينش حد غيدير ليا ولادي عرفتي نهار اللي مشينا نطلقوا وما بغيتيش تجي ما بقيتيش بغيتيش في الاخر حضرتي وانا اكسبري حتى عارفاك غادي تهددني دومونديت للجيش تجيب شي واحد اللي ترجم سمعك كتهددني وهي عندي في الوراق الجيش كاتبها بانك مناسي دو مور كتهددني بالقتل في الاول داخل السبع كتعير فيا وتربب وتسبب وكان في الاخر خرجتي بحال عيب نقولها راه ولادك هما اللي عيطوا للجيش ولادك هما اللي دازوا قدام الجيش مره وجوج مادام ما كيقولوا الحق الناس الهضره كتعاود وياك انت قلتي ليا قلت لي متى هما ولادك سيري كوليهم ولا خشيهم فك انا ما عندي ما ندير بالبراهش دابا عاد بقاو فك ولادك خواتاتك فين كانوا اللي باغي يهزوا ولادي نهار اللي تشديتي في 2009 وما عنديش الاوراق بعت سدادر بعت كل شيء عاونوا النسوي كلهم والعزيزه هي صاحبتي اللي كيقولوا لها ولادي امي وكثر منهم هي مرت خوك عاونتني هذيك السيده هي اللي كانت كتعطيني فلوس تعطيني مصروف واش انا في فرنسا وكندير لبنتي الميكا ما عنديش ما نوكل حتى واحد فيكم ما عرفني وتا كتقول عاونوني باش نرد ولادي اش هضرن رد لي انا ولدي اللي قتلتي رد لي بنتي اللي عطبتي المهم بعدا سمحوا لي هضرت بكيت نطلب الله تسمعوني بقلوبكم لان حتى شي مره ما كتبغي هذا الشيء كاع العيالات اللي غيكومونتيهم حتى وحده ما غتبغي هذه الحاله عشت فيها وحتى شي راجل ما غيبغيها لختو ولا بنتو اللي حتى انا شحال واحد كومونتو وعيرني مي انا مسامحه لان ما عارفينيش وما هضرتش مي اقسم بايات الرحمن اقسم بالله اللي شان وعظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله هي ما زدت عليه حرف الحمد لله
عمرني ما درت الحرام ولا مشيت في الحرام باش ولادي يطلعوا حلال. سمحوا لي والسلام عليكم. كانت هذه لا فيديو ديالنا، سمعتوا لا فيرسون ديال القربال ولا فيرسون ديال الربيعه، ونعاود نقولها لكم، حنا ماشي هنا باش نحكموا على اي واحد واش غلط ولا ماشي غلط. اللي دار الذنب راه كيتعاقب، واللي ما تعاقبش في الدنيا غادي يتعاقب من بعد. شكرا بزاف للربيعه حيت خرجت معايا في لا فيديو ديالي اليوم. تهلاي في وليداتك والله يقدرك عليهم يا ربي، وكنتمنىكم حتى نتوما تدعيو معاهم بالنجاح وتدعيو معاهم ربي يوفقهم في حياتهم ويعودهم على اي حاجه خايبه عاشوها. وكنتمنى انهم واخا العلاقه ديالهم ما ترجعش مزيان مع باباهم، كنتمنى شي نهار غير يقدروا يسمحوا ليه من الداخل ديالهم باش حتى يرتاحوا. وحتى هو راني قلتها ليه وعاود قلتها ليه، قلت ليه خاصك تطلب السماحه وتعاود تطلبها وتعاود تطلبها وتعاود تطلبها وما تعياش، لان داكشي اللي عاشوا دوك الوليدات راه ما ساهلش. فكنطلب سيدي ربي يفرجها على الجميع. شكرا لربيعه وقربه على الثقه ديالهم، وشكرا لكم حتى نتوما على الثقه ديالكم. تهلاو فراسكم، باي باي.